بما ان انتوا يعني ان انتوا الاثنين حضرتوا النسخه الاولى من البطوله دي، فانتوا اكيد واخدين بالكم من اي تطور حصل فيها. يعني هل حصل تطور في البطوله نفسها فيما يتعلق بالتنظيم، فيما يتعلق بنوعيات وكواليتي الفرق المشاركه؟ والله احنا انا رحت البطوله دي مرتين 2005 و2008 و2008، ما رحتش 2006. فاللي في الاول دي كلها كانت في اليابان، فالموضوع طبعا لا كان النظام كان، انا ما شفتش بصراحه في الامارات، ما شفتش في المغرب، بس الموضوع طبعا في اليابان كان في نظام غريب يعني. اكيد الموضوع كان انك تلعب في كاس العالم للمنتخبات بالظبط صراحه يعني. بالظبط يعني، ما اعرفش بصراحه الموضوع عامل ازاي في الامارات، بس متهيألي برضه هتلاقي الموضوع منظم اكيد طبعا جدا يعني، لانه بيبقى كمان تحت اشراف الفيفا، فبتبقى الدنيا منظمه بشكل كبير جدا. احنا كنا في الملعب يعني، يقول لك مثلا انت عندك ساعه ما ينفعش تدخل الملعب قبليها بدقيقه وما ينفعش تخرج بعديها بدقيقه. بالظبط كده يعني، يعني مفيش تهريج فعلا في الموضوع ده خالص يعني. اسلام اكيد كان معانا وعارف الموضوع عامل ازاي. فالتنظيم، لا التنظيم كان على اعلى مستوى طبعا يعني. تفتكر البطوله دي يا ربي كانت البطوله الاولى؟ احنا الحقيقه لم نحقق الا المركز السادس على ما اتذكر. السادس في هذه البطوله. خسرنا الماتشين. نعم خسرنا الماتشين. خسرنا الماتشين، التاني كان اتحاد جد او الاولاني كان اتحاد جد. الاولاني اتحاد جد، مش فاكر التاني، مش فاكر. لكن انا اقصد ان البطوله دي الحقيقه احنا زعلنا جدا في ماتش اتحاد جده ده. زعلنا جدا بصراحه، فاكر قوي يعني. اهم اللي كان او اهم ذكريات اللي انت فاكرها عن البطوله دي تحديدا يعني؟ لا البطوله دي كانت بالنسبه لنا طبعا كانت حاجه يعني حلم يعني. احنا مسافرين اليابان هنلعب كاس عالم، فكان الموضوع بالنسبه لنا طبعا يعني حاجه، كان في فرحه كبيره جدا ان احنا نلعب بطوله زي دي طبعا. لا الموضوع كان مختلف، وكان الجيل ده نفسه كمان ان انت تروح كاس عالم، كان الجيل ده لسه متجمع، كان عنده طبعا طموحات كبيره جدا ان انت تعمل حاجه. احنا كان اول موسم لينا تقريبا يا اسلام، احنا 2004 خدنا البطوله، خدنا بطوله افريقيا، كان النجم الساحلي. صح النجم الساحلي، وسافرنا. فلا يعني هي اكيد فيها كواليس كتير جدا طبعا، كان فيها زلزال وكان فيها حاجات كتير قوي. انا فاكر بس انا كنت نايم يعني، انا عرفت كلنا كنا نايمين الحقيقه. لا انا عرفت في ناس جريت وبتاع كده يعني. بس انا ما حسيتش بيه بصراحه، بس اكيد في ذكريات الزلزال دي يعني، في حاجات كتير، بس في حاجات كتير ما تقلش يعني، في كواليس كتير. انا حاسس كده من ضحكه كابتن اسلام. لا فيها حاجات كتير طبعا والله، بجد في ضحكه كده نميسه بتقول ان كان في ذكريات يعني. لا ده طبيعي. بص كواليس لعيبه الكوره كتير جدا جدا جدا، بس كلها ما ينفعش تقال. لا والجيل ده اللي حضرتك بتتكلم عليه واللي انتم يعني بتنتموا ليه يعني، مش بس كان عنده طموحات كبيره على حد تعبيرك، وكمان كان عنده امكانيات اكيد حقيقي يعني، كان جيل مميز جدا. بص انا على طول بقول الجيل، اي جيل بيجي بعد الجيل ده بقى مظلوم بصراحه يعني. انا ما بحبش اقارن يعني، ما بينفعش تقارن اي جيل بعد الجيل دوت بالفتره دي، لان الموضوع كان صعب جدا. بالنظر للموضوع من زاويه معينه الواحد ما يبقاش عارف يعني، هم اللي مصدومين ولا انتوا اللي اتظلمتوا لان جيلكم ما كانش بيلعب في الاجواء اللي بقت موجوده دلوقتي، وفي وسط التغطيات الصحفيه والاعلاميه الفظيعه اللي موجوده دلوقتي، السوشيال ميديا اللي ما بتسيبش صغيره ولا كبيره غير لما بتنقلها. خلي بالك هو ده برضه سلاح. فانا مش عارف ده معناه ان انتوا كنتوا محظوظين بعدم وجود الاجواء دي، ولا بالعكس انتوا ما كنتوش محظوظين لعدم وجودها. احنا كنا محظوظين بحاجه جامده جدا، احنا كنا بنلعب في الجمهور، كان وقت الجمهور ما كانش فيه يعني. يمكن الجيل ده اللي موجود دلوقتي قعد فتره كبيره جدا ما بيلعبش بجمهور، بيلعب من غير جمهور. بيلعب من غير جمهور، بيلعب جمهور بس لما يطلع بره مصر، لكن طول ما انت في مصر ما فيش. لو تفتكر كنت كنا 9 الصبح وبتلاقي مثلا نص الاستاد مختار التتش ده مليان. بالظبط 9 الصبح. فلا الموضوع طبعا لا اكيد كان مختلف على ايامنا. انا شايف ان احنا محظوظين اكتر بصراحه من الجيل ده يعني. الجيل ده في ناس، احنا دلوقتي بقى لنا قد ما فيش جمهور، بتتكلم في فتره كبيره. 3 سنين مبدئيا. لا 3 سنين ايه يعني، بقى لنا 19 سنين. انت بتتكلم انا فاكر الكلام على موضوع الكورونا بصفه خاصه. لا انا بتكلم على في المطلق. على الجمهور بقى له فتره طبعًا. كبيره جدا. فطبعا في ناس يعني يعني عدى عليها عمرها يعني، بدا كوره وخلص كوره وهو ما لعبش وسط جمهور. فلا الجيل ده بصراحه اتظلم اكتر مننا بكتير. انت بتتكلم بس على الجيل، الناس اللي تلعب منتخب، الناس تلعب اهلي وزمالك بس، اللي بيسافر يلعب بره، يلعب او بيقابله مثلا بطوله كاس سوبر مش عارف في الامارات، كاس سوبر مش عارف فين، بس هو ده اللي لعب وسط جمهور. لكن غير كده في ناس كتيره جدا عدت عليها ما فيش جمهور خالص يعني. فانا شايف احنا وقتنا، وكان برضو السوشيال ميديا مش زي دلوقتي،
بس احنا كان كل صغيره وكبيره برضو كانت بتتقال يعني. يعني كان احنا في فتره طبعا في النادي الاهلي كان مثلا كلمه اتقالت في حمام، كلمه اتقالت في شاور، كلمه اتقالت في حاجه كانت بتتقال يعني بتتعرف. فكان في برضو بس لا بس برضو غير السوشيال ميديا دلوقتي، السوشيال ميديا دلوقتي الموضوع مختلف يعني. الموضوع انا بشوف ان هو بيروح في اتجاهات كثيرة جدا، ان في بعض اللاعبين بيكون ليهم ناس معينة على السوشيال ميديا. أيوه. قصص يعني انت عارف بيبقى ليها طبعًا. غير ايامنا احنا ما لحقناش نعمل. انا هقول لك على حاجة، لجان الكترونية ولجان الكترونية صحيح. الموضوع ده بيجي بالسلب كمان. انا حضرت في الاتحاد كان في فترة فيسبوك صفحة النادي، فكان في لعيبة بعينها ما بتعرفش تلعب اصلا من كتر الضغط اللي ان هو بيحب يتابع يعني. انا كنت على طول بنصح الناس دي ما تبصش، ما تسمعش ده بيقول ايه وده بيقول ايه، انت مش مستني تقييم من جمهور. معلش برضو عايزه اراده ان انت ما هو ما انت في ناس انا شفتها ما بتعرفش تلعب من الموضوع ده فعلا بجد، بيخرج من تركيزه تماما ان انت اصلا يعني بتتابع الكلام وبتتابع الناس. فالتركيز انا كنت بسمع الفتره اللي فاتت دي في المنتخب محمد صلاح كان في تصريحات ان هو بيكلم اللعيبه على طول ما حدش يهتم بالسوشيال ميديا، لان طبعا كان في اكيد انتقادات كتير في الاول. فطبعا اللعيبه بتتاثر، في لعيبه كتير جدا بتتاثر. في ناس في الفتره بتاعتكم ما كانش في سوشيال ميديا بس كان في صحافه رياضيه قويه، ما كنتوا بتتاثروا كلعيبه برضو بمتابعتكم للجرايد والمانشيتات اللي كانت بتطلع في الوقت ده؟ انا واحد من الناس لم اكن اتاثر، لان انا ما كنتش يعني بقرا طبعا وبشوف وبعمل كل حاجه، ولكن في النهايه لم اكن اتاثر لانه شخصيه اللاعب يجب أكيد. ده اللي يحصل أكيد. اقرا انا واحد من الناس كنت كده اقرا واعرف كل حاجه واشوف واشوف اللي يخصني واحاول ان انا اكتر منه او الحاجه الايجابيه واحاول بناء يعني بالظبط كده. حتى لو ما فيش بناء، ما هو ده في حد من كباتن يعني وكان طالع يقول لك ده لازم يعتزلوا ولازم مجموعه كلها علينا على مجموعه كده. بص يا اسلام، اول سنه خالص احنا جينا فيها كانت 2004 تقريبا، كلنا قال لك ده كلهم مبطلين 2004 كلهم. احنا لعبنا ماتش تقريبا اوساسونا لو تفتكر في اسبانيا كان كابتن محمود بكر الله يرحمه اللي كان بيذيع الماتش، هو قال الصفقات كلها مش كويس، ناس كبيره فاشل. والناس انتقدت جدا الجيل اللي كان جاي، كان اسلام وبركات وعماد النحاس وتقريبا يعني ابو تريكه وحسن لا ابو تريكه كان قبلنا شويه. انا بتكلم عن ناس يمكن شويه كانوا بيتكلموا ان الجيل ده جيل كبير يعني، ناس جايه كبيره ومبطله. كنا جايين 27 28 سنه. سبحان الله الموضوع لا الموضوع اختلف تماما لما الناس بدات يعني. وبعدين لا الجيل ده بص مختلف فنيا، مختلف فكريا، مختلف بصراحه في كل حاجه. انا عاشرت الناس دي وعارف دماغها عامله ازاي يعني، عارف الراجل ده دماغه عامله ازاي ما شاء الله يعني. لا فعلا بجد راجل في الملعب كل واحد الحقيقة. عنده دماغ يعني فعلا. طب بيلعب. طب دي فرصه كويسه نتعرف على تفاصيل دماغ كابتن اسلام الشاطر، لان يعني انا وانا جاي انه كان لعيب مهاري ملوش طب زي. طب انا هقول لك على حاجه، دماغ ايه بقى؟ انا هقول له حاجه دلوقتي يمكن اول مره اقولها له. هو مش عارف هو فاكرها ولا لا. انا رحت منتخب مصر كان مع مستر تارديلي وكان اسلام كنا مع بعض موجود. انا رحت ماتش الكاميرون تصفيات كاس عالم وماتش ليبيا. انا يمكن اول مره اقول له كده. انا لعبت باك رايت واسلام كان موجود الماتشين. اسلام ما لعبش وانا لعبت باك رايت. بس انا بقولها انا جوايا كنت مقتنع مليون في الميه ان هو لو لعب هيبقى احسن مني 50 مره. بس انا كان ده راي المدرب اللي كان ساعتها مستر تارديلي ده ايطالي، فكان هو ليه فكر معين وشايف ان انا رامي يقدر يلعب في المكان ده. بس انا لا شايف لا ان اسلام كان هو فعلا احق. بس طبعا الكره ما فيهاش كده، ده وجهه نظر حد يعني. بس لا يعني اسلام ما شاء الله يعني كان الجيل بصراحه كله كان في حته ثانيه خالص بصراحه. انا مرنت مع الجيل ده واحسن ناس لعبت معاها كره في حياتي. انا لعبت 20 سنه دوري ممتاز، انا لعبت من 18 وانا عندي 18 سنه، بطلت وانا 38 سنه. فلعبت مع اجيال كتير جدا. الناس دي بصراحه كانت مختلفه تماما عن اي حد بصراحه. مجموعه كلها صراحة. حقيقه كمان يعني.